مرحبا، يسعد صباحكم يا حبايبي. اكيد احنا نشاط وحيويه، احنا بدنا الصبح لسه، بس عشان الرياضه بتقوي المناعه. انا نزلت عشان الضحى وهمشي ونعمل تمرين رياضه. يلا دور. رياضة حلوة. عشان تعرف الرياضة تعبت. انا تعبت عن جد. تعبت وراه. وكلي طبعا عشان تلعب رياضة مصور لازم يكون زيك نشيط. طبعا المصور خايف من الهواء. ما تحكيش من انا. وقت الاستراحة كمان ضلك مارس الوضع عشان جسمك يضل حامي. ويلا بوم. وردة 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 جابوا لي وردة. واو شكرا يا ماما. ماما جابت وردة. وردة وردة حلو. الواحد يلعب رياضة يجري وياخد ورد، لأنه أنا بحب الورد كتير. صح ملوش ريحة بس حلو. الوردي جميل جميل الورد. يعني وقت الاستراحة لعبت رياضة وكمان لميت وردات حلوات، عشان أنا بحب الورد عليه عشق الورد. بس هذا الورد هيكون هدية للي بتصورني عشان تعبتها معايا. تفضلي اروح اكمل رياضتي يعني. يلا يا رب. تقريبا انا هي الواقع شمال قطاع غزه. طبعا الرياضه حلوه كثير 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 كثير، بتخلي جسمك حلو قوي ونشيط، ودائما استمر بالرياضة وكل حبايبي الحلوين. وأكيد أنا يعني مشيت مشوار كبير وهرولت جريت، لكن كله طاقة ورياضة. وكلكم أكيد حبيتوا الرياضة حلوة زي عم قالوش. ولايك وشير وسبسكرايب.